شكرا هند ونهاد. مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم وموجز الاخبار. تنظم اللجنه الطبيه العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء اليوم قافله طبيه موسعه للقرى الاكثر احتياجا، وذلك في ضوء مبادره الرئيس عبد الفتاح السيسي حياه كريمه لتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين والبسطاء في المناطق والقرى الاكثر احتياجا، وبرعايه دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر عن تنظيم احتفالية خاصة لتسليم دفعة جديدة من الموافقات والتراخيص وشهادات توثيق الأوضاع لمجموعة متنوعة من وسائل الإعلام، ووجه المجلس الدعوة للإعلاميين والممثلين القانونيين عن 100 صحيفة ومنصة إعلامية لحضور احتفالية تسليم التراخيص وشهادات توثيق الأوضاع. تقام الاحتفالية اليوم في قاعة إيميرلاند بفندق الماسا بمدينة نصر. تفتتح نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة الجناح المصرية في فعاليات منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، والذي يعقد خلال الفترة من 15 حتى 18 من يونيو الجاري، حيث تشارك مصر كضيف شرف المنتدى لهذا العام من خلال جناح متميز يعكس الهوية والحضارة المصرية. تشارك الوزيرة في عدد من الفعاليات التي ستعقد على هامش المنتدى، إلى جانب لقاء بعض الشركات الدولية المشاركة بالمنتدى. يفتتح دكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافي اليوم معرض نتاج أعمال ملتقى الأقصر الدولي للتصوير في دورته 14، والذي ينظمه قطاع الصندوق بالتعاون مع محافظة الأقصر. يستمر المعرض حتى 21 من يونيو 2022. يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام اجتماعا اليوم للإعلان عن قرارات هامة تخص أهم الملفات الكروية. كان اتحاد الكرة قد عقد جلسة يوم السبت الماضي تم خلالها مناقشة ملابسات وأحداث مباراة منتخب مصر وإثيوبيا وتداعيات الخاصة بالهزيمة. من المقرر أن يتم اتخاذ العديد من القرارات المهمة والحاسمة تشمل العديد من الملفات المهمة داخل الاتحاد الكروي. إلى هنا انتهى موجز الأخبار. عودة مرة أخرى لزملاء نهاد وهند لاستكمال باقي فقرات صباح البلد.